السلام عليكم دراري ديال التداول، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده ديال كيفاش نتداول كيفاش نجمع راس المال. حنا اليوم في السوق ديال نازداك في الفريم ديال 15 دقيقه في الشمعه ديال 12 ونص ديال العشيه ديال نهار ديال الثلاث. دونك هذا الدراري نهار الثلاث وهذا نهار ديال الاثنين، واش نجي نلقي الساعه نهار ديال الثلاث لقيتو كاين فوق من 1938 و 209. دونك القضيه اللي غتكون مع البايرس طبيعي الحال، خصوصا انا في ايديكس عندي الفرقه ديال البايرس هي اللي كاينه الفوق، وعندي الخط ديال السوق بدا كيتقاعد عطي وجهه الفوق، وعندي الفرقه ديال السيرزي هابطه على المستوى ديال 19. وهنايا كانت عندي واحد الصفقه صغيره مع البايرس مجوز 7 ديال الصباح، انا ما كنتش واجد فيها باش نقدر ناخذها. دونك الدراري خليكم معايا ناخذ الصفقه من هذا المستوى هذا اللي كاين هنا ورجع معكم. دونك الدراري انا رجعت معكم دخلت الصفقه ديالي من هذا المستوى هذا اللي كاين هنا على اساس ان كاين تحت 19 و 38 و 209 اللي هو واحد القوه الضاغطه على السعر، خصوصا هنا في ايديكس ندير الفرقه ديال البايرس اللي طالعه على المستوى ديال 19، وندير الخط ديال السوق اللي كيتقاعد عطيو جوج 32، وعندي الفرقه ديال السيرزي هابطه على المستوى ديال 19. دونك الدراري حتى لهنا مزيان، غتخليكم معايا ملي تحرك السعر عليها كنرجع معكم. انا رجعت معكم زدت خديت صفقه تعزيزيه من قرب ليا سير حتى 19 و 38، زدت خديت صفقه اخرى باي على اساس ان 19 و 38 هو واحد المنطقه ارشداديه، وحتى لدابا انا مدخل فاعلين 385 دولار، والصفقه الاولانيه مدخل فاعلين 300 دولار. دونك انا مزيان حتى لهنا الدراري، هاد الصفقه بدات كتولي عندي ريسك، خصوصا بان عندي الفرقه ديال البايرس هبطت لي على الخط ديال السوق. دونك خصني نبدا ندير اتونسيون في هاد الشمعات الجايه اللي كاينين هنا. انا بارك عليا هاد الربح هذا اللي جا شي بركه هاد النهار ديال الثلاث، ناخذ ونخرج ونتسنى صفقه اخرى نهار اخر. وكيف ما تنقول لكم الدراري بان التمرين تمرين تمرين، ولا يصنع منكم متداولين ناجحين، وكنتمنى لكم الحظ الجيد في التداول ومع السلامه.